اشوكي لهم في اون اسيون دو ريبريزونتي لو ماكسيموم الناس اللي قاعدين في التوانسه اللي عايشين في الخارج. النواب هما عندهم ان بروجي بوليتيك اون برانسيب تبع بروجرام بوليتيك نتاع البارتي بوليتيك نتاعهم. الناس ينتخبوهم على ان بروجرام بوليتيك ويختاروهم والماجوريتي تربح اللي تختار. يعني احنا هنا يدور لي لازمنا احنا اون بروبوز شنو لي كريتير اللي باش نختاروا بهم احنا النواب نتاعنا في المجلس هذا، مش النواب في المجلس هو معاش تاسيسي، يولي المجلس النواب في مجلس النواب. احنا شنو هما لي كريتير اللي نحبوا النواب نتاعنا توصل بهم؟ هذا هو البوان اللي نحكوا فيه نعملوا المجلس نتاعنا واللي باش نحطوه في وسط في الستاتيو نتاع المجلس هذا. هذا هي لوبجيكتيف. شنو هو اللي تحب توصل صوت لي ترافايور؟ خدوا ايطاليا يوليو كلهم ولادنا كبار وطب كلهم، الكلمه هذه تتبدل، يعني تخلي له انت اسباس باش ولادنا اللي يوليو ان شاء الله كلهم ديزانجينيور قدره الاله، نلقاو فضاء زاد في المجلس الجاي. انا مع ترافايور اليوم ومع ولد ترافايور غدوه. يعني مانيش اون ديستيني مسكر الديستان تاعنا. هذا يحب يقول لازمنا جو بونس في ليدي نتاع المجلس الاستشاري en sachant que les conditions تاعنا elles sont totalement en changement. احنا مانيش نقعدوا مهاجرين حياتنا كامله، احنا اليوم نقعدوا مهاجرين غدوا يوليو ايطاليين وفرنسيس ويجيو مهاجرين جدد ويجيو دي جون ويجيو عزيز وناس تروح. ليميغراسيون سي با ان اليمون فيجي، عمرنا ما ريناها. انا عندي 15 سنه نعيش في ايطاليا، انا تبدل والمهاجرين اللي نتعامل معاهم تبدلوا. جات لي كريز ايكونوميك، لا سيتياسيون دي ميغراسيون الي ديناميك الي ان شانجمون. دونك احنا يظهر لي في الحاله هذه نخمو ان العلاقه نتاع علاقتنا احنا بالنواب، ساعه اول حاجه علاقتنا احنا بهالناس اللي باش نختاروهم بيننا احنا ولا في لي اسوسياسيون ولا في لي اكسبير ولا في لي ترافايور. شنو اللي نحبوا احنا منهم الناس هذوما باش توصل؟ شنو نحبوا باش يوصلوا مشاكلنا كهو باش يجيبوا دي سوليسيون باش يخموا معانا باش كيسون بروبوزيتيف باش ينزلوا على لي بوليتيسيان. اسمع فيك. دونك اسكو فو دي جون كي دون دي سوليسيون لكن لي بروغرام بوليتيك بوتيتر هذه تنجم تكون لا ريلاسيون. احنا نجم نكونوا دي بروبوزيسيون باش نعملوا لو فامو كونتر بوفوار، خاطر هذه لا سوسيتي سيفيل. لا سوسيتي سيفيل سي لو كونتر بوفوار بالنسبه للي بارتي بوليتيك كي سون ايلو اللي عندهم فلوس وعندهم ناس تنتخبهم وعندهم برشا. هذا هو ليدي دو لا سوسيتي سيفيل، سي ان كونتر بوفوار باش تخلي الديمقراطيه تعيش. كونتر بوفوار تحوسوا انه معناها تحبوا تخدموا في السقف. هذه المشكله هذه، لذا لهنا احنا ناكد سي محمد ماذا بينا نحطوا اليد في اليد مع بعضنا باش ننجحوا في الفضل. لكن الكلام اللي قاعد تقول فيه il démontre exactement le contraire. La réalité actuelle elle dit le contraire. احنا حكينا معاهم النواب كيما انتم وصلتوا احنا وصلنا. هزينا لهم دي دوسي على لا كيسيون تاع لي دالانكونت، عندنا لي سونتر دي لي تشيي، عندنا لي كيسيون تاع الناس اللي ملوحه في الحبوسات ما يعرفوش حتى شكونهم وعائلتهم ما عندهمش علاقات بهم، لي جون كي سون دون لا دروغ وي سون دون لا سوفرونس. مع ثم ناس لي مينور اللي تلوحوا، هذا الكل وصلناه للحكومه وصلناه للكونسولا وصلناه للنواب. واحنا قاعدين اون ديسكوت لو بوان تاع علاقه المجتمع المدني بالنواب. شنو صار؟ بعثنا لهم بالنواب قاعدين نحكوا بالنواب مش الاداره حاجه اخرى. احنا بعثنا لهم وصلنا لهم اصواتنا، سمعوهم جاوبونا. فوزافي ابان دي اللي ما جاوبونيش وافكتيفمون وقت اللي احنا توا اون فو ديفينيغ العلاقه نتاعنا بهم شو نكونوا؟ نقولوا احنا اون غارونتي نطلبوا ان نكتبوا حتى في الستاتيو نتاعنا احنا انه كلامنا احنا يولي عنده قيمه، خاطر هذه هي الفكره. هي الفكره ان في البروجي ان احنا كلامنا مش استشاري يعني يدخل في القجر ويتسكر، يولي هو ان اليمون في البروسيدور يتحط دون ان بروتوكول. يا ناس انا ما عنديش فكره، جاوبنا لادمينستراسيون كيفاش احنا نجموا نخلقوا معناتها ان ليان ديريكت مع لو بارلمون مع الرئاسه. انا باش تحطني في الرئاسه ومن بعد يحطوا لي الدوسي نتاعي كمان في القجر، حاجه ما تخصنيش، تحطني حتى فوق القمره. احنا توا نحبوا نقولوا كيفاش صوتنا يوصل. هذه هي العلاقه، العلاقه انهم هما يسمعونا باغ كيل مانيير ليجيسلاتيف بالقانون اعتدال جاوبنا عليها. هذه اعطينا اون بروبوزيسيون، اعطينا اون بروبوزيسيون، مش احنا نكونوا او كونساي وما يسمعنا حد. احنا صغار ولا كبار سان فا ريان شانجي. مشينا للكارب عامين ونص معناها ما حكاوش علينا كلنا في المجلس التأسيسي.
ينين وأسامة والآخر ما عرفش شكون حتى اسمه ما نعرفوهش معناها موجود معاهم. نسمعوا عليه اسمع هكا هو ما ريناش اجتماع يا سيدي هابطين لبولونيا نواب مجلس تأسيسي نحبوا نسمعوا الجالية في بولونيا شنو مشاكلها، نمشيو لميلان نمشيو لنابولي نمشيو لروما نمشيو ما ريناش هذا كل ما فماش. علاش احنا باش نمثلوا عباد معناها احنا عبارة مش موجودين النواب هذو معنا لهم في ايطاليا قاعدين جمعيين ورابطة ودنيا وكل شيء قاعدين احنا نجري ونتعب ونعمل في خدمة ونوصلوا في صوتنا لتونس وعارف وكل شيء وفما حتى اللي تعرض للمهاجمات في تونس وصار فينا على شنو هذا كل وقت احنا عندنا ثلاثة نواب ممكن ياسر كنت الامور ثلاثة تبدل نحبوا نعمل مجلس انا هوني على هيئة الصحة لا هو قال علاش اذا كان تراو انه يكون نائب في المجلس الاعلى اذا كان الى حد يومنا هذا طول 3 سنين قريب ما ريناش منهم ولو حرف يفرحنا ما يمثلوش المثل للنواب اللي يخدموا على رواحهم المفروض دونك احنا اذا كان فشل في المهمه كان فشل نعطيكم كونفيرماسيون من هنا لو 2 3 جوان بس الناس الكل تحضروا الواحد حبوا توريني تونس شو باش تعملوا هنا تحكي وقام الاخر الناس ما في الناس تحكي صدق في يعرف يبان الموضوع حب يزم الناس الكل تشتهد يلزمنا نعملوا حاجه كبيره باش نوريو سيد قبليك قال لك نرمي في الوراق نرمي في الوراق يرمي في الوراق يخدم في خدمته فما ريبونس عندكم ريبونس كوما في بلاد عندكم في بلاد القانون سي واحد تحكي عن تونس وتونس سي با داكور انا تونس كي يجي خارج من تونس مشكلته هذا اللي يحوس حبس الفلوس مشكلته حب يجي يتبهدل عليا مشكلته حب يجي ياخذ فما السفاره والقنصليه فما لاسيرونس حمل مسؤوليتها انا مش حمل مسؤوليته قال الاخر انا عندي مشاكل فما تونس فما البطاله تدخل في مشاكل انت يعني في قله الاحترام انت انتم عندكم شهريتكم عندكم شكون يحميكم عندكم وزاره هذيك مشكلتكم زاد سامحني ما تدخلوش معايا في المجلس الاعلى ولا شيء تونس فما تونس تخدم فما تونس هنا فما ناس شكلها بطاله هنا لازم تونس تظهر انا ما نقولش با داكور جاي حاب يدفع حق باش يتصرف كيما راه فاهم فهمتني تعرف كيفاش تونس فما تونس في تونس يعيشوا خير من هنا لا يا خويا انت تونس انا تونسي تعرف شكون حط التونسي مش تسعى للمهاجرين تحكي عليه التونس تعيش برا في العالم مش يعني ما نعش من قال الاخر من بودابست من بحر ما تحب انت على مشهد يبقى لك تونس اللي خرجت في 50 جماعه في كندا خلصوا تسكرتها بعد يجي لا يا خويا كل احتراماتي تونسي قاعد هذاك يحب يمشي يسافر مشكلته عنده مشكله سرق الباسبور كيما سرق يمشي يتصرف مع السفاره نتاعو خرج في امور خدمه مشكلته ما خير معناها انا عندي مشكلتي انا بطلت تسع مشكلتي انا مش قادر نفرج هذاك لا يا خويا سامحني سوبر نتلو تونسي تونسي تعيش ريزيدون تونسي اللي بالكم في بالكم يا سيدي بالكم حتى حد السي سرار اللي تبارها في مال باش يعلمكم باش نعلمكم ان السي سرار تونسي ما يحبوكمش تخدموا وذا هاني فما صارت عركه فما الناس حبوا يعطوا ماذا بكم تمشي تهبوا ما نحكيوش زي قال اخر نعاود نقول لكم سنه روتر الناس تحكي تتكلموا برشا كيف ترى صارت سرار شو اسمه هو تاع زي سمعت المجلس الاعلى مسؤول المهاجرين قال لك سكرنا الديسكور قالك تجيبوني حاجه سوبرمي بري باش نحلوه فهمتني نحلوكم الواحد وندخلوه نناقشوا في القانون تحبوا انتوما سي صار صرار تربحوا تاع شكون؟ تاع لي زي تاع لي زي تاع لي زي تاع لي زي جديد قال لهم بيتو شوف يبعث ايميل وقت البارح عندك ايميل قال لك لا تو شوفوا قال لك سعيد باش يعطيونا احنا دي ديبيوتي باش يعطينا لا باش نعرفش ما عرفش باش باش سيدي تونس عاشت تنخب اللي قالت عيش برا حطوها في بالكم اذا كان ناس ما تعرفش توا الايامات هذه تونس تعيش برا ما عادش عندكم الحق تنتخبوا صحيح لا سمحني عندي نماذج اقتراح من اقتراح احنا الجاليه ما نجموش ما نستناوش القانون يا سيدي جاي لا 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 لا
واحد ولزمنا نتابعوا ونستناوهم شكرا نراقبوا العمليه الخطر احنا سمعنا بها من عديد من شكون من شكون او نحيوها او نعملوها او كذا مبادرة طيبة اللي قمت بها نكلمك انت يعني مباشرة بصراحة لانك انت اللي جيت لهنا ولو صار تكليفك يعني نهار 3 أبريل 2014 في الوقت الصغير هذا بكل إن شاء الله اليوم عملنا يعني جلسة باهية ونتمناه باش نحطوا اليد في اليد فانتوا باش نخدموا مع بعضنا واحنا معاك ولا احنا مع البرنامج معاك ومع البرنامج باش نزيدوا وماذا بينا تتأخر ماذا بينا نقول بكل صدق باش نجموا نعملوا عمل باهي ماذا بينا نأخرها على قلب الشهر إذا كان ممكن يعني شكرا إن شاء الله معظم يعني نخدمه إن شاء الله بس شكرا عليك والله رأيي أني تعدت مع حصة باهية واجتماع مقنع ومفيد للجالية التونسية وللتوانسي كل وإن شاء الله هنكونوا في الإفادة مع أن تنفيدوا المجتمع كامل كتوانسي وإن شاء الله كل خير إن شاء الله تروا منا كل خير وتروا منا كل شجاعة وكل انضباط وكل كل عينة ما تنجموا نعاونوا بها الجالية التونسية وكل وطن التونسي شكرا يا عم ربع غادي نحشم ما بعد ذلك باش كان ذميت كيفاش صار اللقاء نقدم روحي سعد أبو بكر رئيس جمعية ميشي بلد تونسية أصدقاء تونس في مدينة في حقيقة الوضع الأمر يتعلق اليوم بالاجتماع كان اجتماع ثري كان اجتماع حق ممتاز كنت بصراحة زيادة جيدة في تقديمك لكل المعطيات والمعلومات وعطيتنا فكرة شاملة على التأسيس هذه وإن شاء الله تبقى بخير تبقى احنا كجالية توانسان نحطوا على أن الجمعية تكبر والجمعية زادت حتى التوانسة وحسوهم والخطر في قوة الجمعيات تقوى حتى الهيئة وتقوى حتى العمل الجمعياتي وتقوى حتى التمثيلية هذه إن شاء الله نبروك عليكم المبادرة هذه وإلى الأمام وإحنا معك اليوم المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج بدينا نحكيوا عليه في إيطاليا باب لوروب سمير المناعي رئيس جمعية الحوار في ريج ميليا ونائب رئيس الرابطة التونسية للجمعيات في الحقيقة يعني أعجبت كثير بمستوى الدراسة والبحث الذي قدم ويعكس يعني عمل جاد ومتطور من حيث المنهجية ومن حيث الآليات فيما يتعلق بمستوى ونتائج هذه الجلسة أعتقد بأنها مثمرة جدا بحيث قادت إلى يعني وصول اتفاق حول جملة من المبادئ وحول جملة من الطروحات التي قدمتها الأستاذة اعتدال بربور مشكورة ونتمنى أن يعني يكلل هذا العمل بالتتويج التام ويعني تركيز الهيئة العليا للمهاجرين أو التونسيين بالخارج لتكون سند لكافة المؤسسات والهيئات سواء كانت يعني سياسية أو إدارية شكرا نبدأ نحب نقدم روحي أنا طلب علي عمار جامعة بارما لقاء اليوم صراحة شيء فرح أنه باختلاف معناها
انواع كل من الجاليه، شباب وكبار وناس يعني من جات من كل بلاصه. بتن حاجه ممتازه ياسر، وان شاء الله الجمعيات تحط اكثر الشباب وخاصه الطلبه بما انهم اعتقد انهم رجال المستقبل. ان شاء الله ان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله بدرت خير المجلس الاعلى للهجره. ونشكرك مدام اعتداء. شكرا للاخت اعتدال اللي اعطتنا معناها الفرصه باش نشاركوا معناها في معناها ممكن نجم نقولوا مش افتتاح لكن في معناها اغلاق معناها محتوى المجلس، و اللي معناها ان شاء الله بحول الله معناها يتكون عن طريق. وانا فرحان برشا ياسر باللقاء هذا اللي تفاعلت به معاه معناها كل الشرائح، والحضور كان معناها جيد والنقاش كان جيد. واظن لقاء من اللقاءات كما من نوع هذا هو اللي باش يقرر مصير الجاليه بصفه عامه، مصير التونسيين بالخارج. وكفانا كفانا كفانا من تجاذبات ومن معناها احنا اقوى وهذيك اقوى والاخرين كذا وهذوما كذا وهذوما كذا. اظن توانسه الناس الكل كيف كيف، المستويات متاعنا كلها كيف كيف، قطع النظر على ذاك رجل اعمال وذاك معناها عامل بسيط وذاك معناها واحد. يلزمنا نخدمه لصالح الجاليه وصالح تونس العزيز علينا، قطع النظر على السياسيين، قطع النظر على الحكومات، وقطع النظر على الكل. ونطالبوا في الاخير بالدعم المعنوي والمادي للاخت اعتدال من طرف الحكومه التونسيه. وشكرا.